قلت هاي حتني بالمخطط شايف حاطين زوايا وكثير بنص هذا الدور الاخير. شوف هذا حمام تحت البايب وين سوينا له مجرى تايجي وين تايجي هنا بايبه تمام انتو بعدين بالديكور تحت الديكور يظل له صوت شايف جايبينه من فاضي هذا حديد السكيك شايف كله مرتب قناته بابليه وايد هزاته هذا الثالث وايد صفر شايف قناته اما في عندك انت بالمخطط عشان تتعرف اقول لك الميزان مثلا السقف شوف مكاتب يخلي مثلا التشريك هذا مخليه شاط 150 او 150 المكتب اللي عندك لا قص حديد وتخلي فوق الجسر ميزان حط صيغ فوق الجسر هذه عندنا احنا سوينا طبقتين حديد طبقتين حديد ايش 14 هذه شنو اللي فيها بعدين هذا راح يسوي مسبح على السطح شايفه خمسة بسبعة راح يعلى السور هذا ويسويه هنا يجيبوا المسبح الجاهز تفاعوا متر ويركبوا هنا نازل 30 سم من البيت بعدين يرتفع 70 شايفه طبقتين حديد